نبارك حياتك العظيمة، استلمي ضوء الأكوان، و يعني اعرفي أيضا عائلتك الكونية كثير فرحانة بهذه السفرة الكونية العظيمة، وكان حدث عظيم حقيقة. كل واحد يسمع أختنا ممكن توضح الأمور. فأنت سحبتي تماما بالجسم، ها؟ أيوة سيدي، إيه، مبروك يا عزيزتي. وقلت إنه وصلتي إلى الكوكب، أنت تنتمين إلى أندروميدا، وهناك استقبلوك باحتفالات، وجدت والدتك الكونية ووالدك أيضا. صحيح، لقيت والدي والقائد ووالدتي ومجموعة كبيرة يعني. بس أنا الأول رحت للمركبة، أي بس قبل كل حاجة أنا كنت حاسة بحاجة غريبة في جسدي يعني، غير كل مرة يعني. المرة دي أي حسيت إن جسمي بيطفو، يعني زي ما الواحد كده بيكون عايم على المية أو على البحر. الله. أي فأنا كنت حاسة إن أنا جسمي خفيف لدرجة إن أنا بطفو أي في الهواء. هاي بداية الجلسة عندما سحبتي قصدك؟ اي وبعدين لقيت نفسي في المركبة مع اي والدي ووالدتي. بعد كده والدي وداني يعني الكوكب، نزلنا طيب، فيه. بس معلش من فضلك لو تسمحي لي رجاء، انت المركبة اقتربت هي باتجاه بيتك تقريبا هيك صحيح تعتقدين؟ آه. صحيح، لأن أنا لقيت حاجة بتسحبني. بس ايه قبل ما أنسحب كان جسمي كان ماشي مع الهوا، كنت أنا والهوا واحد الله. ايه يعني. ما كنتش حاسة إن في تقل، كنت حاسة أنا والهوا ايه نقدر ايه نندمج مع بعض، ما مندمجين مع بعرف. بعض يعني. وهل تعتقدين انه جسمك المادي يعني هو الذي ارتفع، ام كيف ممكن تعتقدين؟ يعني ما هو احساسك؟ يعني سحبتي بالجسم أعتقد المادي ام كيف؟ يعني لم تكوني موجودة بالارض؟ كده، لأن أولا ايه يعني بعد ما خلصنا الجلسة ابني ما كانش شايفني، عجيب، هذا فأنا قلت عجيب. له أنا هنا أنا هنا، اي فراح جه وراح نام جنبي بعد ما قلت له أنا هنا، اديته الله. صوتي يعني. اي بعدين لقيت جسمي العروق بتنبض يا أستاذ، يعني بتتحرك العروق بتاعتي، اي وما كنتش قادرة أتحرك يعني. كان اي جسمي اي تقيل لأن كان في حاجة غريبة بتحصل في عروقي يعني. أنا حتى لدرجة إني حسيت إن فعلا عروقي بتتحول لدي إن دي إن إيه تاني يعني. الله، هاي مدهش مدهش. ايه عشان هناك كده هو عندي شعورك، هذا شعور جدا مهم. ايه انه انت صحيح، بوعي ثاني. صح، ايه واضح. أنا ده شعرت بيه لما جيت هنا، حتى قلت لحضرتك أنا مش قادرة، الطاقة كانت كبيرة أو جسمي كان مش قادر يعني. بصراحة كان في تغيرات فيه فمش قادر يستحمل، فكنت مستسلمة بصراحة يعني. ده لما رجعت حسيت بالإحساس ده. لكن أنا وبنتحب فكنت حاسة إن أنا مندمجة مع الهوا اي وهذا الشعور لدرجة عظيم اصلا. ايه وسهولة يعني قصدك، تمام بالصعود جدا يعني. ايه خفيفة خفيفة ايه خفية يعني. أقدر أعمل، أقدر أتحرك، أقدر عجيب، أخترق أي حاجة مثلا. الله. ايه طيب، هو اثناء يعني السحب انت يعني تقدرين، ممكن نقول يعني تحسين، يعني اقصد ترين، تسمعين، ترين المدينة أم فين أنت؟ يعني هذا قبل لا أنك تصلين للمركبة. لا كنت حاسة بصراحة، كنت مركزة مع جسدي لأن أنا كنت آه مستغربة من اللي بيحصل، بس عجيب. كنت إيه مستسلمة يعني. كنت مستغربة إيه الإحساس ده، أنا إيه أول مرة أحسه، بس كنت مسلمة خالص يعني، مستسلمة إيه بصراحة، لأني كنت حاسة إن اللي بيحصل ده وراء عائلتي السحب بيتحرك وعائلتك الكونية، وهذا عندك الاطمئنان.
طبعا، اي فكنت هذا مهم. متكلمة اي يعني، بس اي كنت طبعا منبهرة باللي بيحصل يعني، منبهرة جدا. الله. اي فكنت مستسلمة بصراحة، وبعدها وجدتي نفسك في المركبة. مع والدي ووالدتي، وكانت أختي كمان معاهم يعني. عجيب، هذا عجيب. اي طيب، نفس المركبة بعدين بالجلسات السابقة ام غيرها؟ ام لا لا لا، هي كانت اللي هي بتاعت عجيبة. والدتي دي، مركبة والدتي اللي أنا دايما بروح لها فيها يعني، الله. اي وأظن إن هي بتاعتها هي وأختي، لأن أنا دايما بلاقيها هي وأختي هناك. والدي بيجي عندهم زي زيارة كده يعني، أو اي لما أنا بروح بيجي ليا يعني، مش برضو مش دي بتاعته يعني مش المركبة الأساسية بتاعته اي اللي بي... عجيب. آه دي اي مركبة كبيرة. اي مدهشة. اي فسافر ودوني بيها بقى، رحنا نزلنا على الكوكب، إيه. وكان طيب هذا عندما بقى ذهبتي إلى الكوكب كم يستمر تقريبا بالزمن عندنا؟ بثانية، لا أقل من ثانية أم ما فيه؟ ممكن كده، انا حسيت ان مفيش وقت اصلا يعني، عجيب. إيه بس ما اعرفش لا يعني هو ما كانش في وقت هناك، بس هنا إيه ممكن نقول ثانية يعني، إيه هناك ما كانش في وقت، الله. إيه ما حسيتش بالوقت بصراحة، فمش عارفة أحسبها. فنزلنا على الكوكب، لقيت القائد هناك منتظرني اي ومجموعة كبيرة قوي من الأندروميدا. صح. هو اريد اضيف، انا باثناء الجلسه عندما انت وصلتي للكوكب انا شعرت بقوه، هم تجمعوا وهم جدا فرحانين، بس الفرح حتى انا ما اقدر اصفه، تشوق صحيح عندهم وفرح كثير بوصولك ومجيئك، كانه يعني انت حقيقه صحيح عزيزه عليهم جدا جدا، وبداوا هيك صحيح اعتقد والدتك فرحانة والشعب جدا فرحان. إيه بشكل. إيه هل حدث هذا؟ هل وجدت هذا؟ جدا جدا يعني، عجيب. أنا ولقيتهم منتظرين يا أستاذ، الله. إيه وكانوا بيحيوني وكده، وأكني خلاص يعني المرة دي بقى بنتنا رجعت، بنتنا قابلت. الله 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 الله. فأنا إيه هذه كنت يعني ايه اعتقد مؤثرة هاي. ايه جدا، وقلتي أنا انت كنت قبل التسجيل مندهشة. والدتك بكت، ايش قلتي؟ قلتي من العين الثالثة هي اتصلت معك الى بعد العين كده الثالثة. ايه لا، الأول دخلوني على أوضة ايه وحطوني في جهاز زرع الروح، عجيب. ايه وبعد لما خرجت منه راح والدي لبسني زي قلادة كده اي فيها نجمة خماسية، وفي النص زي يعني زي حجر مدور بيشع نور أزرق، عجيب. وأول ما لبسهوني والدتي قعدت تعيط كتير جدا، الله. أول ما لبسهوني في حضنها وقعدت تعيط، وبعدين حطت عينيها التالتة في عيني يعني عينيها التالتة في عيني التالتة، دمجتهم مع بعض. وبعد كده أنا قعدت أعيط، أول ما عملت كده أنا قعدت أعيط، ووالدي قعد يعيط، والقائد قعد يعيط، وكلهم قعدوا زي كلهم دلوقتي اللي شافوا بنتهم بجد يعني، اي ووصلوا اي لبنتهم. الله عجيب. بس من فضلك لو تسمحي لي رجاء، انت الان بالكوكب بجسم اندروميدا ايضا اعتقد. أنا فيهم يعني، اي بس بصوا. هو كان في حاجة غريبة في يعني في السفرة دي اي بصراحة، كنت حاسة بشعور غريب جدا. اي بعد كده القائد لبسني زي القلادة دي، نفس اي النجمة الخماسية، في دراعي اليمين وفي دراعي الشمال، عجيب. اي وبعدين جه لبسني في رجلي، راح والدي قال له لا مش دلوقتي، مش اي هينفع في السفرة دي.
ده ايه بالظبط قاله كده يعني، مش السفرة دي. طيب، انت كيف تعرفين انه هكذا قال؟ يعني انت ياتيكي الفكر ها كلامهم؟ لا يعني حسيت الكل بخوف عليا، متصل، صح، الكل متصل. اي وحسيت بخوف عليا لو لبست القلادة دي. اي يعني قال له لا، دي مش دلوقتي، دي المرة الجاية او اللي بعدها. الله، ويعرفون يعني انه انت يعني تسافرين اليهم. اي وبعد كده راح مسكني من ايدي، والايد بقى طلعني بره، والايد بقى يا استاذ حشد اكبر من اللي كان منتظرني بكتير، واللي يبارك لوالدي، عجيب. واللي يجي يبارك لي، وكانوا فرحانين، واللي بيغني، وكنت حاسه بفرح جميل جدا. كنت طيب، حاسه هل شعرتي يعني ممكن بذاكرتك الكونية، أو بدأت تتعرفين عليهم، أو عرفتي ممكن دورك هناك؟ ها؟ لا، كنت بس بشعر بحبهم ليا يعني، إيه. وان حاسه ان هم دول اللي عيلتي، هم الله. دول عيلتي. ايه لكن ما افتكرتش حاجة بصراحة يعني، بس حنية والدتي لما عجيبة. حضنتني دي ممكن أكون شعرت بحاجة، لأني قعدت أعيط معرفش ليه. ايه أول ما هي حطت عينيها في عينيها التالتة في عيني التالتة، قعدت أعيط عجيب. معرفش إيه الإحساس ده، زي هي عايزة تذكرني بحاجة ايه فحطت طبعا. عيني. بس انا ما ذكرتش حاجه، انا كل اللي حسيت بيه ان انا قعدت اعيط، وان هي وحشاني قوي، فحسيت الله، وان انا اخيرا رجعت لحضنها وكده. فمش عارفه هي كانت، ومن الحاجات برضو الجميله ان هم كمان كانوا واضحين بالنسبه لي يا استاذ. يعني كانت وضوح جسمهم لو كان مثلا قبل كده 80%، فحاليا بقي يعني 99%. كان في حاجة المرة دي في السفرة دي غريبة. إيه طيب، وكوكبهم تستطيعين أن تصفيه، الكوكب يعني اللي هو حدث في هذا اللقاء؟ يعني هل كنت ترين الكوكب وأنت تتفاعلين مع عائلتك الكونية؟ ممكن هو كان في بناية بس ما كنتش مركزة في البناية، آه وكان في يعني هو واسع، يعني صح. واسع قوي إيه لدرجة. بس في نفس الوقت كانت يعني الملاحظة فيه قوية، يعني تقدر تشوف أي حاجة حتى لو بعيدة قوي بتقدر تشوفها. اي صح. اي شوري. بس في نفس الوقت هو واسع جدا، يعني مش زي عندنا هنا في الأرض ممكن لو آخر الشارع ما تقدرش عينك تجيبه يعني. لا، اي فهو فيه بنايات كتير، بنايات كتير اي ومتطورة قوي يعني، جدا. اي 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 متطورة. بس طيب، هل فيه لون في المكان اللي كنت فيه؟ ممكن يكون لون أزرق، أو لون النهار ممكن، أم أعطاك انطباع شيء يعني الكوكب بتاعهم؟ لا، ما خدتش بالي من كده. آه. لا، كنت اكتر مركزة على اللقاء. يعني، إيه هو هذا لا، جدا مهم. وشعب الاندروميدا اللي احتفل بيا، يعني هو ده اللي إيه كنت مركزة عليه. طبعا. حبهم يعني، حبهم بيطغي على اي حاجة. جدا. وهسه واضح من صوتك عندك هيك، صح؟ اي واضح واضح، يعني انت مندهشه وعندك السعاده، واحنا ايضا سعداء انا ومندهشين. نزلت، اي انا كان قلبي بيدق جامد لما نزلت، انا كان قلبي بيدق جامد جدا عجيب. يعني. انا كنت سامعه دقاته والله، يعني انا مش عارفه اقول، كنت سامعه دقاته يعني من كتر ما هو كان بيدق. عجيب. وبرده العروق، كان في حاجه غريبه يعني السفره دي بجد، كان في حاجه غريبه. كانت سفرة جميلة. رائع جدا. عظيمة عظيمة حقيقة بكل المعاني. بس هم عندهم محبة، محبة عجيبة يعني، محبة والفخر بك يعني.
اي، وكأنه كان عندك أدوار عظيمة راح تكتشفيها أيضا. شيء واضح، واضح جدا، عندك أدوار عظيمة، عشتي هناك فترات عظيمة. اي حقيقة، اي واضح يعني. اي ورجعتي، ما بعرف هذه آلاف من السنوات، اي بعدها رجعت إليهم. يعني هو هذا شيء فوق الصادم أصلا، فعلا لهم، لهم اي، او ممكن هم كانوا يتتبعوك من كل حياة الحياة، إلى أن عثروا عليك ممكن في هذه الحياة. آه، فرحة يعني. إيه ممكن اقول لك كلامك كله صح، لانه إيه الكلام كل ده في حضن امي، يعني الله. حسيته كله في حضن امي، آه هي وبتحضني بتحاول توصلني هي قد ايه كانت بتدور إيه عليا ومشتاقه لي عجيب، هذا عجيب. فمعيطتهاش. إيه وأنت بكيت، أعتقد قلتين بعد ما يعني ممكن رجعت إلى الأرض أيضا. ها انا ما كنتش حاسه، يعني ما كنتش قادره استوعب إيه ايه الفرحه اللي في قلبي قد ايه هي كنت فرحانه بالسفره دي بجد. اكيد اي شفت والدتي بجد، وبعد مده طويله طويله طويله، اي بدأت يعني هي تشعريني. شفتها بعد مده طويله، يعني ما كنتش حاسه بان هي كل المدة دي كنا بعاد عن بعض قد إيه. الله الله، مؤثر جدا هذا، هاي الكلمة. اي لا هاي لما مؤثر. حضنتني حسيت بكده، يعني حسيت بالمدة الطويلة اللي احنا ما شفناش بعض بيها. عجيب، هاي عجيب. اي هذه عجيبة حقيقة. اي كل المعاني، الكون العظيم يبارك حياتك، ونحن فرحانين كثيرا وفخورين، وعائلتك الكونية فرحانة حقيقة وفخورة وسعيدة بك، والأكوان العظيمة أيضا يا أختي فخورة بك، وأنت ضوء، وكلنا نعلن، كلنا بالمجموعة نقول لها مبروك هذه السفرة الكونية العظيمة، ومبروك أيضا لعائلتك الكونية اللي هي التقت معك ممكن بعد آلاف من السنوات، هذه تلتقين وترجعين لحقيقتك الضوئية. آمين 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 آمين.